سنة كتعرف مشاركة حوالي 45 مجموعة من كما قلت من سوس ومن كل مناطق المغرب ومن الخارج. كتعرف حضور الفن الأمازيغي بأسماء وزينة في فن الرويس وأيضا في الموسيقى البديلة سواء منها ما يتعلق بالهيب هوب أو الفيوزيون. أكيد أن هذا المهرجان عنده يعني يشكل محطة أساسية هنا في أكادير وفي سوس، وربما يعني منذ انطلاقه ديالو في 2004 كما كتعرفوا انه كيجذب يعني عدد مهم من المتتبعين، لانه هذا المهرجان هو في نفس الوقت مراه لغنى الثقافه هنا في جهه سوس ماسا، وفي نفس الوقت محطه اساسيه كمهرجان دولي معروف داخل في انجنده المهرجانات الدوليه عبر العالم. المهرجان في دورته 16 ان شاء الله مهرجان ناجح، نجوم متألقة، الموسيقى العالمية اللي غادي الموسيقى الأمازيغية اللي تستقبل الموسيقى العالمية، ننتظر جمهور كبير اللي هو جمهور سوس، جمهور أكادير، الجمهور المغربي، وإن شاء الله كاين واحد العدد ديال النجوم اللي متألقين اللي غادي نسمعوهم خلال هذا بعد الأيام إن شاء الله. نسخة تشهد حضورا وازنا لفنانين مغاربة وآخرين من الوطن العربي وباقي دول العالم، تجسيدا لشعار المهرجان الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم. مهنت أباركا لموقع لطخوصون سواتسون أكادير.